الإنجليزي شاف كتير. الإنجليزي ما بقاش إنجليزي. اللغة بقت لغة تانية. معنى بقى معنى تاني. أي حد بيدي كورسات إنجليزي بقى أي حد بيعلم ومفيش حد بيتعلم. اللي بيعلم فاكر نفسه فاهم، واللي بيتعلم نفسه يفهم. كتير عايزين ياخدوا كورسات صح بس مش عارفين الغلط من الصح. بتروح لأي حاجة وفي الآخر ما بتتعلمش حاجة. هتفتكر إن العيب فيك، والعيب عمره ما كان فيك. العيب عمره ما كان على اللي اتعلم غلط، العيب على اللي علم غلط. ما تاخدش كورسات إنجليزي في أي مكان وخلاص. لو عايز تتعلم إنجليزي خد كورسات في المكان اللي أصله إنجليزي. The British Council 80 سنة خبرة. The British Council، اتعلمها صح.